بتوظف التراث المصري، يعني مين حالة ميكس ما بين الأسباني وجيتار وربابة وربع تون، وازاي بنقدمه بشكل فولكلوري مصري كشكلنا ولبسنا والكلمات والألحان. هو ده اللي بتسعى عليه الجميزة، ان هي تميز او تبين اكتر حاجة من روح مصر زي ما اتكلمنا قلت في الاول. الجميزة في رحلتها انضم ليها اكتر من 700 من الشباب المصري، دلوقتي بقوا معظمهم عملوا فرق مستقلة، وانا فخور طبعا بيهم وربنا ينجحهم، ونفسي اسمع عنهم اخبار كويسة. الجميزة برضو اشتركت في مهرجان ليفربول 2013 لتنشيط السياحة 2013 في ليفربول في UK في انجلند، واشتركت 2014 في مهرجان تنشيط السياحة أو المهرجان الروسي الدولي في الغردقة 2014. جميزة يعني شخصيا أنا اتعلمت فيها جيتار، اتعلمت يعني ايه مش غنى طربي، لكن هو غنى فيها إلقاء وفيها شعر، وقريب جدا ان شاء الله في مفاجآت، وبتحاول تقرب اكتر من المسرح الغنائي اللي مصر افتقدته بقالها فتره، او الشكل الغنائي في شكلنا وفي الكلام وفي التلحين وفي كل ما تضم به مصر من تراث. ازاي توظف التراث ده في الشكل وفي الكلمه، وازاي نعمل مزج ما بين الحضارات المختلفه من اول الفراعنه بالمناسبه، مش من اول بس ان احنا نتكلم في تراثنا القديم. الظهر يدا والعصر يدا، وغير قطر الندى مع حد لبى، وغير قطر الندى مع حد لبى، قطر الندى عادت صلت وقامت، أمت عرايس طولون وهامت، ولجين وأيمن وخالد محبوسين في مدنى، زي الزمن ملفوف في مدنى، حاضنا اللي طالع واللي نازل واللي خايف من الطلوع، يا جبل يشكر يا غالي، الناس كتير الناس رغاوي، المدنة والمدنة، القبة والقبة، والكل باصص لفوق، روحي ملقى في هوا واخداني للسما، عصفور نداني خد بإيدي، طرنا فوق عند السحاب، يا ما عدى نهار وليل وانت زيك زي النيل، فارد خطوة راجع خطوة من وادي حلفة لحد رشيد، ابتسم يا ابو قلبي جميل. وادي حلفة لحد رشيد، حلفة لحد رشيد، لا 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 لا
على شلالات وجناد الستة، شلالات وجناد الستة، سادة ستة قطعة ستة، سادة ستة قطعة ستة، ولا قادرة تمنعك ولا قادرة ترجعك، ولا قادرة تمنعك ولا قادرة ترجعك. ابتسم يا ابو قلبي جميل، ابتسم يا ابو قلبي اصيل. لا لا ولا لا 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 ولا لا 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 ل